بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة المائدة يقول ربنا سبحانه وتعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يتكلم ربنا سبحانه وتعالى على أمن الجماعة الداخل، على أمن الدولة الداخل. يتكلم ربنا سبحانه وتعالى على أن أمة الإسلام وجماعة المسلمين ودولة المسلمين ينبغي ألا تميل بقلوبها لمن كان ضدا لهذه الدولة والأمة والجماعة. فترى الذين في قلوبهم مرض، منافقون أسلموا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، يرون أن المصلحة مع الخارج وليس مصلحة الوطن، يرون أنهم يخدمون الآخرين لأنهم معجبون بهم، فتراهم يسارعون فيهم. كل شيء يأتي من عند الآخر يبقى مقدم على مصالحنا وعلى مبادئنا. احنا عندنا المبادئ وعندنا المصالح، ويجب أن نقوم بالتوازن بينهما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكان الإنسان الكامل في التوازن بين المبادئ والمصالح، لم يترك المبادئ ولم يفرط في المصالح. وعلمنا كيف نكون من الحكماء الذين يوازنون بين المصالح والمبادئ، فنأتي لهؤلاء الذين في قلوبهم مرض من جماعتنا، من إخواننا، من المسلمين، نراهم يتكلمون بألسنتنا ويعيشون في أوساطنا وتعلقت قلوبهم بثقافات الغير، يدعوننا إلى شيء ليس فيه مصالحنا ولا علاقة له بمبادئنا، قد يكون فيه تحقيق لبعض مصالح هذه الفئة المنافقة، قد يكون هناك مصالح آنية على حساب المبادئ، ولكن هم بذلك يخرجوننا عن مبادئنا ومصالحنا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، شوف الكلمة يا أخي، يعني يجري بالمشوار، يسارع سرعة، وهذه السرعة بما تقتضيه أنه لم يتأمل، لم يفكر تفكيرا عميقا، فكر تفكيرا سطحيا لكنه ليس عميق، لم يرى الشيء مع علاقاته. الشيء لما نطبقه نبحث هو وبعدين نبحث العلاقات بتاعته، هيعمل ايه طيب في الحتة الفلانية، هيأثر ايه في الاجتماع، هيأثر ايه في الاقتصاد، كيف سيؤثر في السياسة، نقعد نفكر بعمق. فإن رأينا فيه مصلحتنا بدأنا نقول طيب نعمله ازاي بحيث لا نفرط في مبادئنا، فإن وجدنا نقطة الالتقاء بين المصلحة والمبدأ فعلناها وطبقناها. يبقى ده فكر عميق ولا لا؟ هي فكر عميق. طب والتاني اللي بيسارع؟ أبد، فكر غير عميق. ماذا ينتج عن فكر غير العميق؟ أول شيء أنه لا يفهم. الفكر السطحي المتسرع أول شيء أنه لا يفهم،
لا يفهم الذي يسمعه من الآخرين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون فيهم. يقول جون بول سارتر وهو فيلسوف فرنسي وجودي في مقدمته لقصة معذب الأرض، وهو ينعي على هؤلاء ويرى أن هذا الطابور يضر بمبادئهم أكثر ما ينفع، مبادئهم هم مش مبادئنا احنا، مبادئنا احنا خلاص هم تعدوها ومش عايزينها، ماشي ده مبادئهم هم. يقول والعجب من هؤلاء أننا إذا قلنا هنا، يقصد في باريس، أخوة، أخوة، الواحد يبقى أخ للمواطن بتاعه فيبقى فيه أخوة في المجتمع، والأخوة تقتضي منك أن تكون شهما، والأخوة أن تقتضي منك أن تكون عادلا وأن تكون رحيما وأن تكون متعاونا وأن تكون منتميا. أخوة، صاحوا هناك، صاحوا هناك، أخوة، أخوة، لابد يا جماعة من الأخوة، أخوة عبال ما توصل ليهم، لأنهم سمعوها بسرعة يسمعوها إيه؟ أخوة. طب يا جماعة أخوة يعني إيه؟ مفيش حاجة اسمها أخوة. طب انتوا بتدعوا لايه اللي مفيش حاجه؟ واخد بالك، هناك ليها معنى، اخوه ليها معنى. يا ريته هنا يصرخ ويقول اخوه اخوه، لكن ده بيصرخ ويقول خوه خوه. فلا هو فاهم ولا احنا فاهمين ولا اللي بره اللي قلدوهم فاهمين. انتوا بتقولوا ايه؟ ادي اللي احنا عايشين، ده يرضي ربنا ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا. ليه؟ لانه جهل، ما هوش علم. اخوة عبال ما وصلت لنا بقت اخوة، والواد متشنج فيها، اخوة اخوة، وهو مش عارف اصلا اخوة يعني ايه، لان ملهاش معنى. وهم هناك مش بيقولوا خوة. وقص على هذا، تكن علامة. الحريري بيقول ايه في البتاعة دي بتاعته، ملحة الاعراب، والحرف ما ليس له علامة، وقص على ذاك تكن علامة. فدي احنا اللي احنا عايشين فيه كده، ناس تقوم وتزعق وتعمل في لفظ وهو مش عارف اللفظ ده معناته ايه، وده جاي منين؟ من قوله تعالى وهو يصفهم من فوق سبعة أرقع وهو أصدق القائلين، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه من السرعة. عارف لو درس وفهم ونقل واقتنع كان هيبقى عيني قدام وقت، لكن ده ما عندوش وقت، ده عايز يلقط من هناك ويدي هنا. خوة خوة. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. عارفين لو ما عملتوش الخوة اللي هي ملهاش معنى، احنا هنتخلف، الدنيا كلها بتتقدم واحنا بنتخلف علشان احنا مش عاملين الخوة. يبقى لازم نعمل الخوة. أي ايه بقى هي الخوة؟ ما حاجة الجنة، اتاخد بالك. يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، انتم سبب تخلف المجتمع. انا سبب تخلف المجتمع؟ طب ماشي، عايزين نتقدم، قولوا لنا بقى خطة واضحة
بس افصحوا عنها. يقول لك على فكرة انا مسلم، انتوا بتكفروني كده، احنا لا كفرناك ولا هنكفرك ان شاء الله. ايوه بس انا مش مؤمن باللي انتوا مؤمنين بيه. وماذا مؤمن بايه؟ الا مش مؤمن بالاله. طب تبقى مسلم ازاي؟ بره كانوا عندهم جرأة قالوا يا اخواننا انا ضد الكنيسة، ملحد، انا مش مصدق بالله. الله بيقول انا ضد الكنيسة، يقول انا مش مسيحي. خلاص عرفنا، انت عايز تبقى مسيحي ادي الكنيسة قدامك، انت عايز تبقى ملحد ادي الالحاد قدامك. انما عيني هنا محتري يسب الله ويسب رسول ويسب الاسلام ويسب التاريخ ويسب الواقع ويسب الفقه ويسب الشريعة ويسب العلماء، وبعدين يقول بس خلي بالكم داني مسلم، واوعى تقولوا على كتابي ده مش مسلم. يا اخينا انت الكتاب اللي انت ألفته ملوش دعوه بالاسلام. شوف الظلميين، شوف الهبابيين، شوف الاوضاع غير السليمه. لا بس انت كده ما انت الشجاع، افصح عن نفسك قول انا مش مسلم والاسلام ده هو انا مش عايزه. اما تبقاش معانا بقى هنا. لكن دول هنا في يقول ايه؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. والى لقاء اخر استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.